السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في هذا الملخص الجديد الذي سنلخص فيه إن شاء الله تبارك وتعالى علوم القرآن الفصل الثالث. إذا نبدأ على بركة الله، أول محور هو محور المكي والمدني. ما هو الفرق بين القرآن المكي والمدني؟ أي من حيث يعني النزول. اختلف العلماء في الفرق بين المكي والمدني على ثلاثة: اعتبار الزمن، اعتبار المكان، اعتبار المخاطب. معنى اعتبار الزمن، من اعتبر زمن الهجرة، زمن الهجرة، من اعتبر زمن الهجرة فما نزل قبل الهجرة فهو مكي، لأن ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني. هذا هو معنى اعتبار الزمن، أي زمن الهجرة. زمن الهجرة هو الفاصل، ما قبل الهجرة مكي وما بعد الهجرة مدني. الاعتبار الثاني هو اعتبار المكان، أي ما نزل بمكة فهو مكي، وما نزل بالمدينة فهو مدني، يعني المدينة وما جاورها، وكذلك مكة وما جاورها. والاعتبار الثالث هو اعتبار المخاطب، فإذا كان المخاطب أهل مكة فالقرآن مكي، وإذا كان المخاطب المدينة فالقرآن مدني. هذا معنى المخاطب. لكن الراجح هو القول الأول، هذا هو القول الراجح، القول الراجح هو القول الأول. إذن المكي والمدني فهو باعتبار الزمن، عفوا لا باعتبار الزمن، لا باعتبار المكان، عفوا باعتبار الزمن وليس المكان وليس المخاطب. إذن مميزات المكي والمدني، ماذا تميز القرآن المكي وماذا تميز القرآن المدني؟ المكي تميز بعدة أمور، من أهمها أن كل صورة وجدت فيها سجدة فهي مكية، وكل صورة وجد فيها قوله تعالى أو لفظ كلا فهي مكية، وكذلك كل الصورة وجد فيها يا أيها الناس فهي مكي. المدني، المدني كل صورة فيها فريضة أو حد، الحد أو فريضة فهي مدني. كذلك ذكر المنافقين، فالمنافقين لم يكونوا في مكة، فذكر المنافقين جاء في المدينة. كذلك مجادلة أهل الكتاب، فمجادلة أهل الكتاب أمر بها الله تبارك وتعالى بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكتاب اليهود والنصارى كانوا في المدينة. ثم ننتقل إلى أسباب النزول. ما هو سبب النزول؟ السبب هو ما نزلت الآية أو الآيات متحدثة عنه أو مبينة لحكمه أيام وقوعه. فهذا هو تعريف السبب. ثم ننتقل إلى معرفة فوائد معرفة أسباب النزول. إذن فوائد معرفة سبب النزول. لمعرفة سبب النزول عدة فوائد، نذكر منها ما تيسر لكي لا نطيل الملخص. إذن أولا بيان حكمة التشريع، بيان حكمة التشريع، يعني لماذا هذا التشريع، فالسبب يبين لماذا كان التشريع. كذلك الاستعانة على فهم الآيات، فسبب النزول يعين على فهم الآية. كذلك تيسير حفظ كتاب الله سبحانه، فمعرفة سبب النزول يساعد على الحفظ. ثم ننتقل إلى مسألة مهمة جدا، وهي
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص لا بخصوص السبب. هذه مسألة تختلف فيها العلم، لكن الراجح أن العبرة، يعني الراجح ما سجلنا هنا، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لماذا؟ لماذا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ لماذا؟ للأسباب التالية. لأن اللفظ، لأن اللفظ العام، اللفظ العام الوارد على سبب خاص يبقى على عمومه. كذلك الأصل مما تقرر أن الأصل حمل الألفاظ، حمل الألفاظ على معانيها عند الإطلاق، عند الإطلاق أي عندما نطلق لفظ عام ليس له معنى محدد فلو عدة معاني. فالأصل أن هذا اللفظ يحتمي جميع هذه المعاني، ولا يمكن تخصيصه لمعنى واحد. كذلك احتجاج، احتجاج الصحابة والمجتهدين بذلك بعموم اللفظ، يحتج بهذا الدليل عموم الصحابة رضوان الله عليهم وكذلك من تبعهم من أهل العلم. أنواع العام، ما هي أنواع العام؟ أنواع العام لللفظ، أنواع اللفظ العام ثلاثة: لفظ عام باق على عمومي، عام باق على باق على عمومي، ولفظ عام مخصوص خصص بمخصص، وعام يراد به الخصوص، وعام يراد به الخصوص. هذه أنواع. ثم ننتقل إلى مسألة مهمة كذلك، وهي أحرف السبعة. ما المراد بأحرف السبعة؟ قلنا أن كما مر معنا أن القرآن في الفصل الأول، القرآن كتب على الأحرف السبعة في الكتاب الأول، أما في الكتاب الثانية والثالثة فكتب على الكتاب الثالث عفوا كتب على حرف واحد. إذا العلماء في الأحرف السبعة أكثر من 40 قولا، نذكر الراجح منها. الراجح، الراجح هو قول واحد، وهو ما هو الراجح؟ الراجح أن أوجه من الأحرف السبعة أوجه من الألفاظ المحتملة أو المختلفة في كلمة واحدة، أوجه من الألفاظ المختلفة في كلمة واحدة والمعنى واحد. نشرح هذا الكلام، أن أوجه من الألفاظ، يعني هناك عدة ألفاظ، اللفظ الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس وما إلى ذلك.
في كلمة واحدة، الكلمة راء كلمة واحدة، لكن تحت من هذا اللفظ يمكن لها هذا اللفظ ولها هذا اللفظ ولها هذا اللفظ ولها هذا اللفظ ولها هذا اللفظ. فأحرف السبعة أنها إما تكتب بهذا اللفظ أو تكتب بهذا اللفظ أو تكتب بهذا اللفظ أو تكتب بهذا اللفظ، لكن هذه الألفاظ كلها لها معنى واحد لا تختلف. اللغة العربية رضح، فالكلمة كلمة واحدة والألفاظ متعددة لكن المعنى معنى المعنى واحد. واضح؟ جيد. وهناك أقوال أخرى لا لدى عليك أن تطرق إليها لأنها كثيرة. ثم ننتقل إلى محور جديد الذي هو الناسخ. الناسخ والمنسوخ. الناسخ والمنسوخ. تعريف، ما هو النسخ؟ تعريف النسخ. إيه؟ الناسخ. ما هو النسخ؟ هو يعني النسخ هو رفع حكم شرعي، رفع حكم شرعي عملي جزئي، سنتطرق إلى شرحه، جزئي ثبت بنص شرعي. نحن نتحدث عن المنسوخ بواسطة، الآن سنبدأ التحديث عن الناسخ بواسطة نص شرعي بواسطة نص شرعي آخر ورد خلاف الأول متأخر عنه وليس متصل به، ليس متصل به. معنى هذا التعريف إذن فهو رفع، يعني إزالة، رفع حكم شرع، رفع حكم شرع. مثلا أحكام الشرعية المعروفة هي الوجوب والندب والإباحة والتحريم والكراهة، رفع حكم شرع. هذا الحكم الشرعي سيكون عملي وليس عقدي أو فيما يخص التاريخ. إذن الحكم سيكون عملي مرتبط بالعمل، جزئي وليس كلي، إخراجها جزئي لإخراج القواعد الكلية. ثبت بنص شرعي، يعني سيكون ثبت بنص شرعي، والنص الشرعي والكتاب والسنة. يعني هذا فيما يخص يعني النص الذي سينسخ يجب أن يكون حكما شرعيا عملي جزئي ويكون ثابت. والذي سينسخه، الذي سيرفع الحكم، هو نص آخر كذلك يجب أن يكون نصا شرعيا ويحتوي، يكون عملي ويكون جزئي ويكون ثابت بالنص. ورد لكن يكون ورد خلافا مخالف للأول، مخالف للأول، متأخر عنه، متأخر عنه يعني يكون بين النص الأول والناسخ الثاني زمن وليس متصل به، ليس متصل به يعني ليس في نفس الآية أو في نفس الحديث، لأننا سنتحدث عن مسألة أخرى وهي المتصل والمنفصل. ثم ننتقل إلى فقرة أخرى وهي ما يقع به النسخ. بماذا يقع النسخ؟ ما يقع به النسخ؟ بماذا يقع النسخ؟ يقع النسخ بواحد من أربعة. يقع النسخ بواحد من أربعة. يقع النسخ إما نسخ القرآن بالقرآن أو نسخ
السنة بالسنة أو نسخ القرآن أو نسخ السنة بالقرآن أو نسخ القرآن بالسنة. القولين الأولين والثالث هذا متفق عليه، أما هذا فيه خلاف، هناك من قال أنه لا يصح يعني نسخ القرآن بالسنة، لكن الصحيح أنها كلها صحيحة وكلها وقعت. نسخ القرآن بالقرآن هو أن ينسخ حكما شرعيا يعني جزئيا ثبت بالدليل اللي هو القرآن والتواتر بالقرآن، قرآننا قرآن متواتر. كذلك السنة الثابتة بالسنة الثابتة، السنة كذلك تنسخ القرآن والقرآن بالسنة، هذه كلها واضحة. طرق معرفة النسخ، طرق معرفة النسخ، كيف يعرف النسخ؟ ثلاث، يعرف النسخ بثلاث أمور، أول ثاني ثالث. الأول أن يأتي في النص الشرعي الجزئي ما يفيد النص، أن يأتي فيه ما يفيد النص صراحة، يكون صراحة، يكون دليل صريح. أن يأتي في سياق النص، ثانيا أن يأتي في سياق النص، أن يأتي في سياق النص أو أن تأتي في سياق النص قرينة تدل على النص. الأخير أن يعرف تاريخ المتقدم والمتأخر. إذن هذه هي طرق معرفة النص. أنواع، ننتقل إلى أنواع النص في القرآن. أنواع النص في القرآن ثلاثة، نسخ الحكم والتلاوة وبقاء الحكم ونسخ الحكم وبقاء التلاوة. هذه أنواع النسخ في القرآن. نسخ الحكم، الحكم هو يعني حكم الآية، واش الآية تدل على وجوب الصلاة مثلا أو وجوب مثلا قتل الزاني وكذا، أو تدل على الند أو ما إلى ذلك. فنسخ الحكم قد ينسخ الحكم ولكن تبقى التلاوة، لكن هنا النسخ الأول هو نسخ الحكم والتلاوة، أن الحكم ينسخ يعني يرفع، وكذلك التلاوة حتى هي ترفع. وهذا ما رأيناه في كتابة القرآن الكريم في عهد أبي بكر رضي الله عنه، أن ما نسخ تلاوته حذف في عهد أبي بكر، أما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان لازال مكتوب. نسخ التلاوة أي التلاوة تحذف من القرآن، ما تكتبش، ويبقى الحكم، ويبقى الحكم كقتل الزاني الشيخ والشيخة.
فقد حذفت الآية من المصحف لكن بقى الحكم، نسخ الحكم وبقى التلاوة. هنا ننسخ الحكم، يعني الحكم فقط ينسخ لكن التلاوة تكون موجودة، التلاوة موجودة لكن الحكم منسوخ. إذن هذا هو آخر محور في علوم القرآن الفصل الثاني. الحمد لله الذي وفقنا لهذا، وما كان من توفيق فمن الله، وما من خطأ فمني، والمرجو التصحيح إذا كان كذلك. ولا تنسوا مشاركة البسيطة مع الأصدقاء والطلبة عموما حتى تصل الفائدة للكل إن شاء الله تبارك وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.